نجحت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى في وقف قرار بتصفية شركة النصر الحكومية للسيارات، واتخاذ قرار بصدد اتخاذ قرار بعودة العمل في الشركة مرة أخرى، وهي الشركة الحكومية الوحيدة التي كانت تنتج السيارات في مصر. معنا الدكتور عبد العظيم عبد العال رئيس لجنة التنمية البشرية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ صابر، أهلا وسهلا. دكتور، أنتم عقدتم في اللجنة عدة اجتماعات وكذا بصدد زيارة لمصنع شركة النصر للسيارات. لو أطلعتنا في البداية مشهد عام لسوق السيارات في مصر، مدى إسهام الصناعة الوطنية في هذا في الإنتاج السيارات؟ سوق السيارات في مصر ويمكن بدأ زي ما أنت عارف إن الشركة الحكومية الوحيدة والشركة المصرية لصناعة السيارات شركة النصر للسيارات اللي كان لها يمكن باع كبير جدا مع الإنتاج الحربي وخاصة في حرب أكتوبر. يعني يمكن ده من ضمن الأشياء اللي احنا بحطها من ضمن الأسباب اللي بنقول عليها دي الأسباب اللي وراء هدم شركة النصر للسيارات لما قامت به من دور في حرب أكتوبر بالذات، لأن كان بتصنع العربيات النصر اللي انت عارفها وكان بتصنع معدات كتيرة لدعم الجيش المصري. فبعد كده ابتدت تدخل في مصر شركات السيارات الأخرى، تجميع أو تصنيع السيارات الواحدة تلو الأخرى، إلى أن نصل العدد إلى أكثر من 18 شركة حتى الآن عاملة في هذا، شركات خاصة عاملة في هذا المجال بمختلف أنواعها. وعايز أقول لحضرتك أن هذه الشركة أو هذا المصنع كان ينتج حوالي تقريبا 12 ألف سيارة ركوب في العام، إلى أن وصل إلى 6000 سيارة ركوب في آخر عام تم فيه التصفية اللي هو في العام 2009، اللي هي تم اتخاذ قرار تصفية 18/11/2009. يعني سيارة النصر هي أو شركة التوتك في شركة النصر كانت السيارة المصرية الوحيدة. نعم. السيارات مستوردة أو تجميع؟ أما تجميع من الداخل أو مستوردة، لأن كان يمكن ميزة شركة النصر للسيارات وصلت في مرحلة من المراحل إلى بنسميها نسبة عالية جدا من بنسميها التصنيع المحلي، اللي هو بنسميها مكونات السيارة، اللي احنا في يوم من الأيام عايزين نصل إلى مرحلة 100% سيارة مصرية 100%. ده أملنا. دكتور عبد العظيم، يعني المناقشات إلى أي شيء انتهت يا فندم؟ انتهت المناقشات، وعايز اقول لك ان تمت زياره في السابق لي ايضا، ضمن زرنا المصنع وقفنا على كل شيء، ويمكن انعقاد اللجنه اليوم توصل الى نتائج ايجابيه جدا، وهي انه تم فعلا يعني اطلعنا على القرار الذي سوف يقوم بعرضه على الجمعيه العموميه للشركه القابضه للصناعات المعدنيه يوم 18/2 ان شاء الله، انه هناك نيه وقرار باذن الله لايقاف قرار التصفيه واعاده تشغيل هذه الشركه مره اخرى، وده في حد ذاته لا تم يعتبر نصر كبير جدا للمصريين. ايضا عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان انا دايما باخد في اعتباري تقديم الدعم لمتخذ القرار. يعني مثلا تم عرض الامر بصوره ما على وزير الانتاج الحربي، وكان مشكورا على يعني عايز اقول كان على استعداد تام ومتحفز وعنده دافعيه كبيره للعمل في هذا الاول لدفع هذا المجال في اتخاذ قرار اخر، وهو المشاركه او اي اتخاذ او باي طريقه او باخرى كيفيه المشاركه نقل تبعيه او مشاركه لهذه الشركه لاعاده تشغيلها مره اخرى. طيب دكتور عبد العظيم، يعني حضرتك متى سنشاهد سياره مصريه بالماء يا فندم؟ اتمنى يعني انا عايز اقول لحضرتك هذه الشركه وهذا المصانع، وانا بدعوك في الزياره القادمه مع بصحبه وزير الانتاج الحربي ان شاء الله، ان انت هتشوف شركه جاهزه للتصنيع من بدايه تشغيل خط الانتاج. يعني لو رحت دوست على الزرار خط الانتاج هيشتغل. سيارة مصرية ترجع تعود مرة تانية. يعني معنى كده ان انت عايز تقول مجرد بس فترة زمنية اعداد وتصين بسيطة، ثم يلي ذلك ان شاء الله تشغيل خط انتاج سيارة مصرية. طب يعني لماذا توقفت الشركة دكتور؟ طب هذا السؤال الصعب، لماذا توقفت شركة النصر للسيارات؟ لماذا توقفت شركة المراجل البخارية؟ لماذا توقفت شركة كذا شركة كذا؟ كل ذلك تم بفعل فاعل لصالح آخرين محتكرين أو أعداء لهذا الوطن. أعداء لهذا الوطن. أو أعداء لهذا الوطن. نشكرك الدكتور عبد العظيم عبد العال رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، شكرا فندم. شكرا أستاذ صاحب، شكرا جزيلا. أيضا معنا الأستاذ طارق مرسي، عضو من لجنة التنمية البشرية، عضو مجلس الشورى عن محافظة القاهرة، صاحب مقدم طلب الإحاطة عن توقف مصنع النصر للسيارات. أهلا بك أستاذ طارق. أهلا بك أستاذ صابر، الله يكرمك. أستاذ طارق، من حيث انتهى الدكتور عبد العظيم، هو يقول أن هناك أعداء لهذا الوطن هم الذين أوقفوا بعض الشركات الوطنية عن العمل. نعم، هو طبعا الفترة اللي فاتت أيام قبل ثورة 25 يناير
طبعا كان مسألة الخصخصة والمعاش المبكر وشركة النص سيارات. طبعا تم يعني قرار بتصفية الشركة من شركة القبضة، رئيس شركة القبضة ووزير الاستثمار زكي بسيوني. زكي بسيوني، وطبعا يمكن المهندس زكي بسيوني رغم والله الحاجه الغريبه استدعيتم العديد من المسؤولين هنا، هل استدعيتموه؟ احنا استدعينا كذا مره المهندس زكي بسيوني على اساس ان هو بالنسبه له رئيس الشركه القبضه، ولكن للاسف الشديد دايما يقول في اجتماع دايما في تهرب لعدم الحضور في اللجان، لدرجه اخر مره قلنا لهم يعني هو يحدد الميعاد واحنا نظبط ميعادنا عليه، ولكن للاسف الشديد برضه دايما يبعت ناس مندوبين عنه في اللجنه. طب من الذي حضر من المسؤولين؟ اللي حضر المسؤولين المحاسب، اسمه المحاسب الاستاذ مصطفى، جاي يعني مندوبا عن المهندس زكي بسيوني والمهندس احمد عبد الغفار رئيس مجلس اداره شركه النصر لصناعه السيارات. طيب لماذا، من الذي اوقف شركه النصر، او هل هناك اعداء للوطن فعلا كما يقول الدكتور عبد العظيم هم الذين اوقفوا انتاج السيارات المصريه؟ اكيد كان في مخطط لوقف هذه الشركه، لان هذه الشركه كان لها دور كبير في صناعه السيارات الخاصه بوزاره الدفاع من قبل، وهذه الشركه التي كانت يعني تصنع السيارات في الفتره الاخيره سياره النصر اللي هي تسمى سياره الشاهين. وحضرتك تعرف قيمة السيارة الشاهين في مصر هنا، يمكن حتى من كتر المطبات عندنا هنا في مصر ممكن أي عربية تكون حديثة ما تعرفش تمشي من المطبات الموجودة، ولكن السيارة الشاهين هي فعلا هي اللي بتستحمل الطرق الموجودة عندنا في مصر حاليا دلوقتي. طبعا احنا الفترة اللي فاتت لما اقول للعمال، انا طبعا الشركة في المربع الخاص بالدائرة اللي انا فيها، الشركة موجودة في وادي حوف، في وادي حوف في حلوان، وانا طبعا عن قصر النيل وحلوان، انا ساكن في حلوان. قولي العمال طبعا عندهم مشكلتين، المشكله الاولانيه مساله الحافز بالنسبه لهم، في 230 مجاهد موجودين في شركه النصر كان موجود 14,000 عامل، اتصفوا على 230، ال 230 دول صبروا حتى الان وموجودين داخل الشركه حتى الان، ورغم ذلك عاقبوهم بسبب هذا الصبر وشالوا منهم الحافز وكلام زي كده، وحاليا دلوقتي ماشيين في مساله الغاء التصفيه وتشغيل الشركه عن طريق، انا على فكره من عمال المصانع الحربيه، ومن خلال التحدث مع وزير الانتاج الحربي الوزير رضا حافظ مشكورا، بعت النهارده 9 من قيادات المصانع الحربيه حضروا معانا اللجنه النهارده على اساس نعيد تشغيل الشركه مره اخرى من خلال وزاره الانتاج الحربي. شكرا استاذ طارق مرسي، نشكرك عضو مجلس الشورى عن دائره حلوان وصاحب مقدم طلب اعاده تشغيل شركه النصر للسيارات. شكرا يا فندم. شكرا والصبر لك يا مس. ايضا معنا احد العاملين بشركه النصر للسيارات، حضر المناقشات اليوم ممثلا عن العمال، نشرب بحضرتك. احمد رمضان احمد، رئيس اللجنه النقابيه بالشركه ونائب رئيس النقابه العامه للصناعات الهندسيه. استاذ احمد، لو اطلعتنا حضرتك على اخر ما توصلتم اليه في العمل في الجلسه دي حضرتك، والله احنا فوجئنا بان اتفضل احنا فوجئنا بان اللي مطروح معانا النهارده ان الساده رؤساء مجلس اداره الانتاج الحربي شرفونا النهارده في الجلسه، ودي كانت لفته طيبه جدا ان هناك جهات مصريه خالصه بتسعى لاحياء الشركه من جديد، فده شيء اسلك صدورنا، وبنتمنى ان شاء الله ان المنظومه تتم وترفع التصفيه اولا عن الشركه، وبعدين تبدا اي جهه تتفضل تخش بدراسات الجدوى مع الشركه. منظومتها وانت تعمل في شركه النصر للسيارات؟ اعمل في الشركه من سنه 75. انتجتم سيارات يعني او الكميات او جوده السيارات؟ انتجنا العديد من الطرازات، الشركه لها بصمه خطيره جدا في الانتاج الوطني. اللي احنا اخر انتاج لنا كان الشاهين، وكان معاه 128، وكان قافلين بال 125، وكان معانا الفيورا، وكان عندنا التمبرا، وكان عندنا الريتم، كنا بنعملها مع الشركه الامريكيه. فاحنا عملنا طرازات كتيره جدا في النصر منذ ان انشئت سنه 60 حتى الان، والسوق المصري عنده ثقه عاليه جدا في منتج النصرات. هل يوجد انتاج للصناعه يعني للسياره المصريه، او هناك مصانع تنتج سيارة مصرية فقط أم مصانع تجميع الآن؟ بص حضرتك، صناعة السيارات بالذات هي صناعة من الصناعات المعقدة على مستوى العالم، ولا توجد في العالم شركة تقوم بالتجميع والتصنيع في ذات الوقت. الشركات حتى المرشيدس، شركة المرشيدس بتجمع
وهناك السبير بارتس في المصانع المغذيه اللي موجوده في الدوله عندها هي اللي بتنتج الاجزاء بالديزاين اللي بيدوهولها عشان يصمموا العربيه في الاخر. ففي مصر نفس الحدوته، انا عندي نص سيارات طول عمرها من زمان انشئت لتجميع السيارات. ان كانت الدوله لديها رغبه في ان هي تعمل سياره مصريه بتعمل عليها دراسات كبيره جدا وبتنشئ لها شركات مصانع مغذيه اخرى كثيره جدا بتساعد النص سيارات على ان هي تنتج كامل عربيه مصريه. طيب يعني متى تبدا مصر في انتاج السيارات، تصدير السيارات؟ يعني هناك العديد من الدول دخلت في مجال صناعه السيارات مثل تركيا، ايران، ماليزيا، ولحقت يعني دخلت السوق. حضرتك احنا قبل الهند، تخيل بقى حضرتك احنا قبل الهند في نشأة صناعة السيارات في مصر، بس وصلنا لإيه؟ وصلنا لإغلاق النشاط. فلو الدولة أعتقد بعد ثورة 25 يناير لديها الرغبة الأكيدة إن هي تكون فعلا عندها الرغبة في إن هي تصنع سيارة مصرية. فتصنيع السيارة المصرية حضرتك ما بياخدش لا يوم ولا سنة، بياخد له وقت كبير جدا، إنما إحنا جاهزين إن إحنا نجمع طرازات جديدة لصالح السوق. نشكر حضرتك يا فندم، شكرا. معنا ايضا المهندس المهندس رمزي ابراهيم. المهندس رمزي ابراهيم الناجي، رئيس مجلس اداره شركه حلوان لمحركات الديزل. نعم باش مهندس، لو اطلعتنا بالنسبه لي ابرز القرارات التي ستتخذونها لعوده شركه النصر للعمل مره اخرى. القرار ان شاء الله هيبقى توصيه مننا لسياده الوزير، وهو اللي هيدي القرار النهائي ان شاء الله باحد المقترحات المعروضه من اللجنه ان شاء الله. نعم، وهي يا إما مشاركة يا إما يعني المقترح الثاني كإنتاج حام. الشركة ستعود للعمل يا فندم، شركة النصر للسيارات؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طيب أي حال هتعود لصالح البلد ولصالح الإنتاج ولصالح الصناعة ولصالح العمال ولصالح كل حاجة. فندم، هل هناك شركات أخرى وسطانية سواء كانت خاصة أو حكومية بتنتج يعني سيارات أو تعمل في مجال السيارات؟ الشركة الوطنية الوحيدة اللي في مصر هي شركة النصر للسيارات، ده اللي احنا عارفينه. الباقي كله صناعات يعني تجميع برخص من ماركات عالمية. نشكرك باشمهندس وندعو لكم بالتوفيق. شكرا جزيلا. العفو. ايضا معنا نشرب بحاجه فندم. المهندس سيد فهيم، رئيس قطاع المحركات بشركه حلوان محركات الديزل. نعم باشمهندس، صناعه المحركات اصعب صناعه تقريبا يعني مصر بقى يعني، هل في مجال صناعه المحركات؟ والله احنا حصل عندنا تطوير حاليا في شركه حلوان محركات الديزل، ان احنا خدنا رخصه بمحرك جديد ويصلح في تطوير اللوري والاتوبيس النصر بتاع النصر للسيارات اساسا. يا فندم لو شرحنا للمشاهدين، لان هذا امر مهم يعني محتاجه تفاصيل كتير. احنا خدنا رخصه تصنيع محرك جديد، والمصنع بتاعه اصبح موجود عندنا في الشركه، وده يصلح لتطوير اللوري والاتوبيس النصر بتاع شركه النصر للسيارات. متى يبدا الانتاج او يبدا البيع في الاسواق؟ انتاج المحرك الجديد هو غزا فعلا القوات المسلحه حاليا وبعض شركات القطاع العام في السوق المحلي. وان شاء الله الانتاج الزيرو باتش بتاعه هيتم تصنيعه على نهايه شهر 2 ده ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. بالتوفيق يا فندم. الله يبارك فيك. ايضا معنا المهندس علي ابو الحسن، رئيس مجلس اداره شركه حلوان للذات والمعدات. مصنع حلوان للذات والمعدات ثلاث ساعات الاحال بي. نعم. الشركه متخصصه في الالات والمعدات للورش. ممكن اشارك في الموضوع ده بان اعمل جميع تشغيلات للنصر للسيارات، تلس الصناعات المغذية للسيارات، تشغيلات كاملة، جلفنة، معاملات حرارية، مشاركة كاملة لنهوض شركة النصر للسيارات مرة تانية بواسطة أجزاء مصانع الشركة بتاعتي اللي هي بتخدم باتجاه مباشر صناعة الصناعات المغذية للسيارات. أنا معداتي بنتج آلات الورش ابتداء من الفريزة، المخرطة، المتقاد، النقشطة، عندي مصنع جلفنة، البوتقة بتاعته مش موجودة في جمهورية مصر العربية. بالنسبة للحجم بتاخد عمود الضغط العالي كامل بيغمس فيها. أنا مستعد أعمل أي جلفنة لأي حاجة على مستوى الدولة، لأن أنا عندي أكبر بوتقة بتاخد أكبر حجم. انا بقول لحضرتك مثال، عمدان النور بتاعت تعالى شوف حضرتك، بحطها بالكامل في البوتقه تتغمس يطلع بقى الفله وخرجها. انا ما فيش حد عنده هذه الامكانيات الا انا ناطرة ساعات حال. انا مستعد بامكانياتي وامكانيات مصانعي ان اساعد
في شركه النصر للسيارات. يعني باذن الله ان شاء الله تساهمون وتعود الشركه العمل باذن الله. بتعود باذن الله على ايدين مصانع انتاج الحلب باذن الله. ان شاء الله. نشكرك يا باشمهندس. نشكرك علي ابو الحسن رئيس مجلس اداره ثلاث ساعات الحلب. نشكرك فندم. اهلا بك. ايضا معنا الاستاذ كمال نور الدين عضو مجلس الشورى عضو لجنه التنميه البشريه وكيل لجنه التنميه البشريه. استاذ كمال يعني طبعا خبر طيب انه الشركه تعود للعمل باذن الله وان شاء الله. يعني ما الخطوات التي ستتخذونها في الفتره المقبله للتاكد من ان الشركه ستعود للعمل؟ انا بس عايز اقول على حاجه مهمه. يعني لجنه التنميه البشريه مهتميه فعلا بالعمال وتنميه او العمل التنميه في مصر عموما. وفي هذا اليوم فعلا حصل يعني على عده لقاءات مهمه جدا. شركه عملاقه من عمالقة الصناعة في مصر، صناعة السيارات سواء أوتوبيس أو لوري أو عربات ركوب. وهذه الصناعة كانت في وقتها أنا كنت بتعامل مع هذه الشركة وكنت بستلم منها سيارات للمحليات والمرافق وكل الكلام ده كان موجود فعلا. فوجئت في الزيارة الأخيرة أن هذه الشركة انتهى، كان فيها عدد عاملين ما يقلش عن 13,000 عامل، ما بقاش فيها إلا 230 عامل، وفي تجهيز ومخطط للأسف سابق من فترة طويلة للقضاء على هذه الشركة وبيعها. لكن نحمد الله ان احنا يعني في هذا الوقت تمكننا من تعطيل هذه التصفية. يعني التنمية البشرية مهتمية بالعاملين، وفعلا العاملين لا ما يقدرش يشتغل عمال الا بتشغيل هذه الشركة. الشركة فعلا فيها امكانيات غير عادية، فيها ممكن تصنيع معدات، تصنيع سيارات، تجهيزات، مكابس على مستوى عالي جدا. انا لما رحت العنابر اللي فيها والتجهيزات عشان ابنيها تاني عايز مليارات. المباني جاهزه للتصنيع والتجهيزات كامله جدا، ازاي انا اجي في لحظه وصف هذه الشركه عشان ايه؟ لمصلحه جهات اخرى. هو كان في الفتره السابقه بعض الشركات الخاصه اللي كانت بتصنع العربيات كانت بتخطط للقضاء على هذه الشركه. ماشي يا فندم. الباشمهندس كمال نور الدين وكيل لجنه التنميه البشريه اشكرك يا فندم، وسيكون لنا لقاء معك خلال زيارتكم للشركه الاسبوع المقبل باذن الله. اطمن ان احنا في هذا اليوم فعلا حصل اتفاق بين وزاره الانتاج الحربي والشركه القابضه على ان هي الشركه القابضه ستدخل هي كمشاريك في هذه الشركه وبدايه تصنيعها، وهذا امر اسعدنا اليوم جدا. وان شاء الله ستتحرك لجنه ونزور مقابله السيد وزير الانتاج الحربي لنشكره على هذا العمل، وان احنا لتشغيل الشركه لتعود بالانتاج على مصر وزياده الانتاج. واحنا بنفكر في زياده الانتاج، وده فعلا ان احنا اللي مطلوب منا ان احنا عايزين نسد العجز الاقتصادي، فتشغيل هذه الشركات سيعود علينا بالخير لمصر. وشكرا. ان شاء الله. كما نشكركم ايضا مشاهدينا على حسن المتابعه، والى متابعات اخرى من مجلس الشورى.